السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير بمناسبة انتصار اكتوبر، يا رب دايما كده في انتصارات دايما بإذن الله. النهاردة حلقتنا عن البلح، البلح مالي السوق الفترة دي، فإن شاء الله نعمل ثلاث وصفات هايلين من البلح. البلح كمان فيه قيمة غذائية عالية جدا جدا، فتعالوا بينا بقى نعرف مع بعض هنعمل ايه بالبلح. هنعمل النهاردة التارت، وهنعمل آيس كريم بالبلح رهيب، هنعمل كمان مهلبية البلح. فالنهاردة ثلاث وصفات هايلين جدا هيعجبوا الولاد جدا، وكمان قيمتهم الغذائية عالية جدا جدا. بينا بقى تعالوا نقول مع بعض الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها، من أي تليفون أرضي على 0900 917، ومن أي موبايل على 1710. في انتظار مكالماتكم، ويلا بينا نسمي كده بسم الله ونقول مع بعض تارت البلح. يلا بينا نشوف المقادير، مقاديرنا بسيطة جدا جدا ومش هياخد منك 10 دقايق. يلا بينا. عجينتنا النهاردة هنستخدم فيها عجينة الباف باستري، ودي متوفرة في السوبر ماركت. تمام، هنجيب منها بلوك اللي هو قطعة واحدة. هنحتاج كيلو بلح اسود رطب متقطع، طبعا مغسول كويس، متقشر ومتقطع انصاص. الصوص النهاردة هيبقى عبارة عن كوباية سكر، 3 معالق كبار من الزبدة، علبة قشطة، وللوش هنحتاج صفار بيضة. تقدري تقدمي التارت مع الايس كريم الفانيليا هيبقى حلو جدا جدا. وتعالوا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على طول. في البداية انا هشغل الفرن على درجة حرارة 180. هجيب كده معايا شوية دقيق صغيرين علشان نبتدي نفرد العجينة بتاعتنا. وزي ما قلنا عجينة الباف باستري متوفرة في السوبر ماركت، كمان نقدر نستخدم اي نوع عجينة احنا بنحبها، يعني مثلا عجينة المايونيز تنفع جدا برضو نعمل بيها. اي نوع عجينة انت بتفضليها ممكن تستخدميها، بس النهاردة حبينا نغير ونستخدم الباف باستري، بتبقى مورقة وجميلة جدا. يلا بينا. انا هاخد السكر احطه الاول على النار عشان اعمل صوص التوفي اللي هيبقى على وش التارت. تعالوا بينا يلا. في حد عزيز عليا قوي، واحده يعني كلمتني وقالت لي بصي انا عمري ما نجح معايا صوص التوفي ابدا ابدا، عملته بقى وطلع حلو، بقيت طايره من الفرحه وانا كمان طايره من الفرحه. يعني الواحد بيفرح جدا لما حد يكون في حاجه كده مضايقاه في المطبخ او ما بيعرفش يظبطها وتظبط معاه، دي بتبقى حاجه بجد بتسعد الواحد جدا. انا حطيت كوبايه من السكر تمام على النار، ممكن نحط لها شويه ميه صغيرين عشان تساعد السكر ان هو يفك معانا ويتكرمل على طول. حط كده حوالي 3-4 معالق من المية اللي هو نبل بس السكر. هسيب بقى السكر على النار يسيح ويتكرمل بقى وياخد اللون الذهبي. ومعانا نورة. ألو ألو يا نورة. ألو يا شيف، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام، أخبارك؟ أنا بحبك أوي أوي أوي. ميرسي يا روح قلبي، ميرسي منوراني. أنت عاملة إيه؟ أنا تمام والله الحمد لله، أنت أخبارك إيه؟ يا رب دايماً. حبيبتي. أنا بس بتطمن عليك وأول مرة أكلمك. يا روح قلبي منوراني. ربي يخليك. تسلمي لي يا روح قلبي، مكالمتك أسعدتني. اتفضلي. أه طبعاً اتفضلي. عايزة طريقة الحواوشي. بس كده عينينا الاتنين. إحنا كنا لسه عاملينه قريب، ممكن بقى إيه ياسمين حاولي تنزليه لنا. تسلمي لي يا رب. هبتدي اخد البلوك بتاع عجينة الباف باستري، هي بتيجي كده من السوبر ماركت، احط رشة دقيق تحت ورشة فوق وابتدي افرد العجينة بتاعتنا. زي ما قلنا نقدر نستخدم اي نوع عجينة احنا بنحبها او بنعتمدها في البيت، مفيش مشكلة خالص. هفرد كده بسمك يعني حوالي نص سنتي. انا كده فردت خلاص كده الدنيا تمام. بصوا السمك كده كويس جدا عشان تبقى فيها شويه ما تبقاش رقيقه قوي. تعالوا بينا بقى نجيب قالب التارت وابتدي اسكن العجينه بتاعتي فيه. بسم الله. يلا نسكن بقى العجينة كويس جدا.
خلاص سكنتها عشان تاخد الشكل. الزيادة دي بشيلها. خلاص تمام زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هبتدي اخرمها بشوكة عشان ما تقبش قوي مننا. ومعانا مريم. الو. الو. ايوه ازيك يا مريم؟ الحمد لله. ماما بتحبك قوي على فكره. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي انت وماما والله. ايه الاخبار؟ ربنا يخليكي حبيبتي. تمام الحمد لله. منوراني يا روح قلبي. الو. الو فصل. طيب خلاص سكننا العجينه بتاعتنا كويس جدا، خرمناها بشوكه علشان عجينه الباف باستري من العجين اللي هي بتنفخ، وحتى لو عجينه عاديه برضو هنخرمها بشوكه عشان ما تقبش مننا. تعالوا بينا يلا ندهن الوش بتاعها بصفار بيضه، هنلمعها بس كده. والفرن بتاعنا زي ما اتفقنا فرن سخن شغال على 180. هبتدي ادخل فيه التارت كده من غير اي حاجه علشان العجينه تستوي وتبتدي تاخد لون ذهبي، وبعدين نطلعها نشوف هنعمل فيها ايه تاني. ومعانا استاذه امال. الو. ايوه حبيبتي، ازيك يا استاذه فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبتي، الله يخليك. الحمد لله تمام في نعمه والله. انا الاول بنت وحشاني قوي اولا، لان انا بعد ما عليك فتره ما كنتش بشوفك قريب. ببارك لك الاول حبيبتي على ابنك يا حبيبتي، ربنا يتمم يا روح قلبي على خير. ربنا يكرمك يا روح قلبي، ميرسي، ربنا يبارك فيكي. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. ما بتشوفيناش ليه بقى؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه ما بتشوفيناش ليه؟ والله فترة كده كنت تعبانة شوية. لا ألف يعني سلامة عليكي، ألف سلامة عليكي يا روح قلبي، شفاك الله وعافيكي. أنا بحبك جدا 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 روح. والله يا سيدي فاطمة بحبك قوي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك جدا. حبيبتي حبيبتي، أحبك الذي أحببتني فيه، ما تحرمش منك أبدا، نورتيني يا روح قلبي والله. يلا بينا ندخل التارت الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 عشان يبتدي ياخد لون ويطلع لونه ذهبي ويستوي من فوق ومن تحت. ونرجع للبصل، سوري السكر اللي احنا حاطينه على النار يتكرمل. حطينا له شويه ميه صغيرين جدا، وهنسيب بقى السكر هيبتدي بقى يسيح ويفك ويبتدي ياخد اللون الذهبي معاه بقى لغايه ما يعمل الكلام ده. حاضر. هقلب بس تقليبه كده. تمام، هو بدا خلاص لو انتوا واخدين بالكم معايا اللون بدا ياخد اللون الذهبي الفاتح. نكمل تمام. زي ما قلنا البلح هنجيبه نغسله الاول كويس جدا وبعدين نصفيه. بعد كده هبدا ان انا اقشره واتخلص من القشره بتاعته والنوايا واقسمه نصين. تمام، ما تغسليهوش بعد ما تقشريه، خليه يتغسل بقشره بحيث ان اللي جوه ده ما يبقاش فيه سوائل وفيه ميه كتيره وانا شغاله ينزل بقى على العجينه بتاعتي ميه والكلام ده كله. فهنغسله الاول نصفيه بالمصفه ونسيبه ينشف، بعد كده نشيل القشره من عليه، نشيل البذره ونفتحه نصين عشان يبقى جاهز معانا على طول. طب تمام، احنا ممكن نطلع فاصل على بال ما السكر ياخد الكرمله بتاعته علشان وقتنا. فاصل صغير خالص نرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. تاني والكراميل او السكر اتكرمل خلاص والدنيا بقت تمام واخد اللون اللي احنا عايزينه اهو باين معانا زي الفل. بسرعه بقى قبل ما يتحرق ويتحول بقى لطعم مر ويبقى مش حلو معانا خالص، هنحط علبه قشطه وعشان احنا عايزين القوام تقيل عشان كده حطينا علبه قشطه، ما حطيناش مثلا كريمه، فالقشطه هتدي معانا قوام حلو جدا وتقيل.
هتبتدي القشطة تفك دلوقتي في حرارة السكر. حط كمان 3 معالق من الزبدة. على نار هادية بقى بالراحة خالص كده لغاية ما السكر كله يفك مع الزبدة والقشطة اللي احنا حطيناهم، وناخد بقى صوص قوامه حلو جدا جدا. طبعا الصوص اول ما بيبقى على النار بيبقى لسه قوامه الى حد ما خفيف شوية، كل ما بيبرد كل طبعا ما الزبدة والقشطة يرجعوا تاني ياخدوا القوام بتاعهم التقيل، وبالتالي الصوص يبقى تقيل ومتماسك وحلو جدا. ومعانا تليفون، معانا اسماء. الو الو. ايوه ازيك يا اسماء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ طيب وطي التلفزيون شويه يا اسماء. وطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس. حاضر ماشي يا روحي. اتفضلي يا سمس. خط فصل كده صح؟ طيب تمام، حاولي تسلبينا تاني يا اسماء. خلاص القوام حلو جدا، حتى لو في لسه سكر ما فكش قوي هو مع الحراره والتقليب هتلاقيه فك والدنيا بقت زي الفل. تمام. ومعانا فاطمه. الو الو الو. ايوه يا بطوط ازيك؟ ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. حياتك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، كله تمام؟ الحمد لله. انا كنت اطمن عليك عشان اختي بتحبك، بس عايزه تطمن عليك. يا روح قلبي تسلمولي انتوا الاثنين والله. ايه بس ايه اللي بيحصل؟ الخط فصل. هنبص حالا. الله ما شاء الله، الباف باستري بصوا بقت عامله ازاي؟ عالية قبت تحفة. تمام، هنسيبها تستوي كويس جدا عشان نبقى متأكدين العجينة من جوه تمام التمام قبل ما نطلعها ونبتدي نحط عليها المكونات اللي احنا مجهزينها، اللي هو صوص الطوفي وكمان أنصاف البلح الأسود الرطب. ومعانا مدام نادية. ألو. مساء الخير يا روح قلبي يا بطوط. مساء الجمال. عامله ايه؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا روح قلبي والله ده من ذوقك، عينيك اللي حلوه. شياكه وكل حاجه بتليق عليكي. ربنا يخليكي. ربنا يحميكي ويحفظك من كل عيب يا رب. ربنا يكرمك والله. مش على فكره داليا يعني فوله واتفلقت من شيف فاطمه. انا حلوه كده؟ لا لا هذا بصي اتوقعيني الدالية بقى. لا والله كلها حضرتك. ميرسي يا روح قلبي. ليها كده مستقبل وليها قبول، يعني هي انا شفت فيها شيف فاطمه القبول، الجمال، البسمه، واخده مش شرط يعني الاكل، وهي طبعا ممتازه في الاكل. عملت حلقه جميله جدا. كلك ذوق والله. وبتمنى حضرتك تكررها لنا تاني والله. ان شاء الله. وبعدين احنا مش بنجيب فرقة حبيبة ليه بقى جميلة الصغنونة دي؟ حبيبتي دي قطتي دي. ايوه جميلة، انا قلت اذكرها عشان لو قاعدة تتفرج تبقى مبسوطة كده. حبيبتي انا بسأل عليها. ربنا وان شاء الله ربنا يسعد دالة ويسعد حبيبتي. ربنا يكرمك. ازاي عرفنا وعرفته ان شاء الله؟ زي الفل الحمد لله. ربنا ان شاء الله يطعمهم بالخلف الصالح. اللهم امين. امين يا رب. ويسعدوا بكل حاجة حلوة في الدنيا ويبعد عنه كل عين وحشه. حبيبتي والله. ويرزقكم دايما الصحه والسعاده وراحه البال يا شيخ. ربنا يكرمك يا روحي، ميرسي على دعواتك الحلوه دي ومكالمتك الحلوه بجد. كلك ذوق والله يا مدام ناديه، نورتيني. بينا بقى على بال ما عجينه الباف باستري تطلع معانا من الفرن عشان تكون تمام استوت وبقت زي الفل. ونكملها مع بعض. تعالوا نقول الايس كريم. تمام، معانا النهارده ايس كريم بالبلح. المهلبيه اللي معانا. طب تمام خلاص اوكي تمام، المقادير قريبه من بعض. تمام، هنبدا دلوقتي ونعمل مع بعض مهلبيه البلح.
المهلبيه والحاجات اللطيفه الساقعه دي اللي بتحط بقى في بولات وكوبايات وكاسات والكلام ده كله بتبقى حلوه جدا في التقديم وهتعجب الولاد قوي. فتعالوا بقى نعمل لهم كده مهلبيه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت مغذيه جدا. هنحتاج حوالي كيلو من الحليب الدافي، 4 كوبايات، كوباية بلح اسود مفروم، تمام، بلح برضو اسود غسلناه وقشرناه وشلنا النوايا وهرسناه كويس، معلقتين كبار من السكر، علبة قشطة، واربع معالق كبار من النشا، رشة قرفة بودر، وللتقديم بقى عندنا ايه، اي بقى مكسرات احنا عايزينها، وطبعا برضو من البلح هنحط كده على الوش. احنا كنا عايزين الخلاط طبعا في الوصفة دي، تمام، فاحنا زي ما قلنا كده عندنا البلح غسلناه كويس وقشرناه، تمام، هرسناه بالشوكه، لا احنا عايزين خلاط. تعالوا بينا بقى نجيب حله نجهزها كده، والحله دي هنحط فيها السكر، تمام، وهحط فيها القرفه. وتعالوا نقول مع بعض فوائد كده للبلح. البلح فيه نسبة حديد عالية جدا، تمام، حلو جدا لما نفطر بيه الصبح أو نقدمه للولاد الصبح في الفطار، بيدي طاقة كبيرة جدا، خاصة كمان عشان قلنا فيه نسبة حديد عالية فهو علاج للأنيميا. كانت أمهاتنا بقى زمان يعملوه لنا بالسمنة، البلح هو البلح الاسود ده بيتعمل بالسمنه كده على النار ويتعمل منه سندوتشات، بيبقى طعمه تحفه جدا. فمن الحاجات اللي بتدي طاقه خاصه للولاد الصبح وهم رايحين المدرسه، هو فيه مضادات حيويه طبيعيه وبيقي من هشاشه العظام، في فوائد كبيره جدا عاليه، وطالما هو فيه مضادات اكسده فنعرف على طول ان هو بيقي وبيحمي من السرطان. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب. كمان هو السكر اللي فيه طبيعي فبرضه كويس جدا لمرضى السكر وبيحمي من امراض القلب، يعني في فوائد كبيره جدا جدا. انا خلاص ايوه النهارده حلقه البلح عشان كميه الفوائد الكبيره اللي فيه كده. عجينه الباف باستري بقت زي الفل معانا، تعالوا نكملها. ايه الجمال ده، شايفين شكله تحفه جدا. هنركن دلوقتي المهلبيه بتاعتنا ونبتدي نشتغل في التورت الجميل ده. زي ما قلنا نقدر نعملها بعجينه عاديه جدا، نقدر نعملها بعجينه التورت زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا بقى نبتدي نرص انصاص البلح. الله على الجمال، تمام زي الفل. هنمسك بقى انصاص البلح اللي احنا زي ما اتفقنا ان احنا غسلناها قبل ما نقشرها عشان ما يبقاش فيها سوائل وتبتدي تخلي العجينه بتاعتي مبلوله. شايفين البلح ناشف خالص ازاي، ده المطلوب. وهبتدي ارص البلح كده على الوش. تمام، العجينة طبعا زي ما انتم شايفين مورقة خالص وهشة جدا. هناخد بقى البلح داير ما يدور التارت بتاعنا، شكله اصلا يعني مغري وريحته فظيعة. لازم التمر ده من الحاجات كمان، التمر عامة من الحاجات كمان اللي فيها نسبة ألياف عالية وبتنشط الغدة الدرقية، تمام. فهو أنا كلها ما افتكر حاجة أقولها لكم، في حاجات كتيرة وفي فوائد كبيرة جدا جدا، فلازم نراعي إن احنا نأكل الولاد بلح وإحنا كمان ناكله بأي صورة بقى من الصور. صوص الكراميل بقى مع التمر بيدي طعم حلو قوي. تمام زي الفل، خلصنا ورصينا البلح بالشكل ده، تمام. هنحط بقى صوص التوفي بعد ما خلاص برد،
شايفين القوام بتاعه؟ بصوا كده معايا، بصوا القوام مع انه لسه سخن ما بردش خالص، بس القوام الى حد ما تقيل. هبتدي احطه على الوش كده وانزله فوق البلح بتاعنا، وهرد تاني التارت في الفرن 5 دقايق بس. انا عايزه الصوص كده يتغلل كده او يتغلغل كده التارت بتاعنا وينزل جواه عشان يحليه ويديله طعم حلو. يلا بينا تاني على الفرن 5 دقايق بس ونطلع على طول، شكله تحفة جدا. يلا بينا على طول على الفرن 5 دقايق على الرف الوسطاني على نفس درجة الحرارة علشان البلح يبتدي يشرب كده هو والتارت من صوص التوفي. ومعانا تليفون، معانا مين؟ أماني. ألو، الخط فصل. طب ايه رايكم بقى، هنطلع فاصل صغير خالص نرجع نعمل على طول المهلبيه ونعمل كمان ايس كريم البلح. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا لكم تاني، خلاص التارت في الفرن هنطلعه دلوقتي، بس تعالوا بقى نعمل مع بعض مهلبية البلح. هرجع اقول مقاديرها تاني عشان لو كنا ما خدناش بالنا من حاجة. احنا معانا 4 كوبايات من الحليب، يعني حوالي لتر من الحليب. عندنا كوباية بلح اسود متقشر طبعا ومهروس، عندنا كمان 2 كبار من السكر، وعلبة قشطة، 4 كبار نشا، ورشة قرفة باودر. تمام، بس كده المقادير سهلة خالص خالص، ووصفة ان شاء الله تنال اعجابكم بجد، حلوة قوي. هاخد الحليب واحطه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط معاه التمر او البلح اللي احنا مقشرينه وهرسينه عشان نفرمه معاه كويس جدا. احط معاه كمان النشا، ويلا بينا نضرب ده كله في الخلاط. يلا بينا بقى نشيل الكلام ده كله. وكنا حاطين في الحله 2 سكر، وحاطه كمان 2 صغيره من القرفه الباودر. السكر زي ما انتم ملاحظين كده مش كتير عشان البلح مسكر، بس لو حابه تزودي كمان سكر مفيش مشكله، طبعا ده بيبقى على حسب الرغبه. تعالوا بينا بقى، احنا مقلبين النشا مع الحليب مع البلح، وهنحط الكلام ده كله على النار مع التقليب بقى لغاية ما ناخد القوام المطلوب. فاضل معانا القشطة، والقشطة دي آخر حاجة هحطها بعد ما المهلبية تبتدي تتماسك كده وتجمد. هحط آخر حاجة القشطة اللي بتدي طعم حلو جدا وكريمي للمهلبية. لو عايزة أستغنى عنها ومش متوفرة عندي أقدر أشيلها من الوصفة ومفيش مشكلة خالص. يلا بينا نطلع التارت من الفرن، هو كده زي الفل. بسم الله، الله على الجمال. خلاص كده صوص الكراميل نزل والبلح ابتدى يتشربه والدنيا تمام التمام، هايل جدا جدا. هنسيبه يهدى حاجة بسيطة خالص، هو بيتقدم سخن وبيتقدم معاه كمان الايس كريم علشان يبقى ميكس كده ما بين السائع والسخن، بيدي طعم حلو جدا جدا. المهلبية بتاعتنا على النار، على ما المهلبية بتاعتنا بقى تبتدي كده تتماسك وتغلي كده وتاخد القوام اللي احنا عايزينه، تعالوا نقول مع بعض ايس كريم البلح. الايس كريم
كل الناس بتعشقه سواء في الشتاء او في الصيف، مفيش مشكله خالص. والجو اليومين دول حلو جدا، يعني ينفع نعمله، وطعمه في منتهى الجمال بجد، مغذي جدا ومفيد جدا. بينا نقول المقادير. عندنا كوبايتين من البلح الاسود مقشرينهم بعد الغسيل طبعا وهرسنهم، كوبايه كريمه خفق اللي هي كريمه الحلويات، عندنا كمان كوبايه من الكريم شانتي مع كوبايه ميه متلجه ونص كوبايه سكر باودر، تمام، رشه قرفه باودر وكوبايه مكسرات حسب الرغبه، دي برضو تقدري تخليها في المقادير او تشيليها براحتك خالص. وللتقديم بقى عندنا صوص كراميل، زي ما قلت لكم صوص الكراميل حلو جدا مع التمر، هيدي له طعم حلو قوي. دي كده المقادير، ونراعي ان احنا حاطين المهلبيه كل شويه كده هنروح نبص عليها ونديها تقليب علشان ما نسيبهاش فتره وتكتل مننا. هجيب طبق عميق وابتدي بقى احط فيه، احنا عندنا السكر والكريم شانتيه وكوبايه ميه متلجه، تمام، هنضربهم كلهم مع بعض ويبقوا معانا بالشكل ده، ده اختصارا للوقت يعني زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بينا نحطهم بقى في حاجه اكبر شويه. يبقى بنضرب الكريم شانتيه والميه المتلجه مع السكر البودر، بنضربهم كويس جدا لغايه ما ناخد القوام ده. كريم شانتيه عادي جدا، هنحط عليه كريمه الخفق اللي هي كريمه الحلويات والقرفه البودر، وتعالوا بينا نضربهم مع بعض بالمضرب شويه كمان. القوام زي ما انتم شايفين بصوا تحفه جدا صراحه. بص تاني على المهلبيه هتبتدي تتماسك اهي، القرفه من الحاجات الجميله جدا برده مع البلح بتدي طعم حلو، بس لو مش حابينها ممكن نشيلها ونحط مكانها فانيليا زي ما انتم عايزين. يبقى ايدينا في المهلبيه على طول علشان ما تكتلش مننا. ومعانا استاذه مروه. الو الو. ايوه مساء الفل. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، الحمد لله. الاخبار، اخبار حضرتك ايه؟ كله الحمد لله، ميرسي يا روح قلبي، كلك ذوق. الله يخليكي. انا كنت عملت مخلل للزيتون، بس كان عندي سؤال. اتفضلي. بعت لحضرتك الصوره على الانستجرام بقى، لازم تبصي عليه. عيني. رايك بشكل برطمان؟ عيني. اكيد اكيد حلو من ايديك. السؤال بقى ان هو انا عملت يوم 3 الشهر ده، 3 الشهر ده اللي هو شهر 10، اللي هو من 5 ايام تقريبا، تمام، او 4 ايام قريب. فحط تحته طبق زي ما حضرتك قلتي، عشان لقيته النهارده او يعني بدايه من امبارح ابتدى ينزل زيت بقى وحاجات كده، بيفور. ده بقى ده طبيعي جدا جدا، تفاعل كيميائي بقى جوه بيحصل، فعشان كده انا حتى لما جيت اقول قلت نحط طبق تحتيه، لانه هتلاقوه بيحصل فوران، فهتلاقيه بينزل ما يبهدلناش بقى المطبخ او الدرفه اللي انت حطاه فيه والكلام ده كله، عشان كده بس كده يا مروه. ان شاء الله يطلع مخلل زي الفل ان شاء الله. كده المهلبيه بدات تمسك، طبعا القوام اللي هناخده اللي هو المظبوط هيجي بعد ما تغلي، خلاص كده هيكون هو ده القوام بتاعها. زي اي حاجه فيها نشا دايما بنراعي ان احنا ايدينا فيها على طول علشان ما تكتلش مننا، ويبقى المهلبيه مش انسيابيه كده تلاقي فيها كتل والكلام ده كله، طبعا عايزين نتلاشى الكلام ده كله، فايدينا على طول بالمضرب فيها لغايه ما ناخد القوام المطلوب. نرجع تاني للايس كريم بتاعنا. يبقى احنا في البدايه ضربنا كوبايه كريم شانتيه مع كوبايه ميه متلجه مع نص كوبايه سكر بودر، ضربناهم كويس جدا لغايه ما بقى قوامهم كريمي. ضفنا لهم بعد كده كوبايه من كريمه الخفق كريمه الحلويات، وضربناها كويس جدا لغايه ما القوام زي ما انتم شايفين كده تحفه جدا، تمام. هبتدي دلوقتي ان انا اضيف البلح اللي احنا هرسينه كويس قوي.
هنضيفه ونقلبه مع كل المكونات، ولو عندنا مكسرات هيبقى حلو قوي لو ضفناها، ما عندناش مفيش مشكله خالص، دايما نسهل على نفسنا المواضيع طالما حاجه او مقدار مكون ينفع نستغنى عنه فنستغنى عنه مفيش مشكله. احنا عندنا شويه عين جمل كده صغيرين هبتدي اضيفهم ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. نشيل بقى المضرب خلاص ما بقالوش لازمه بعد ما ضربنا الكريمه، ونقلب كل ده كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى الايس كريم ده تحفه تحفه جدا. قريب بقى هعمل لكم ايس كريم البطاطا، يعني حاجه كده جباره. ومعانا فرحه. الو الو. ايوه يا فرحه. يا فاطمه ازيك؟ الو. بحب حضرتك جدا. ميرسي يا فرحه، تسلميلي. عندك كام سنه قوليلي؟ عندي 12. ما شاء الله شطوره. إيه؟ بتعملي حاجات في المطبخ يا فرحه؟ لا. ليه؟ بس بصراحه برافو عليكي، صراحتك عجبتني. طب اكل، اكتر اكله بتحبي تاكليها من ايدين ماما؟ بحب المكرونه بالبشاميل. دي مطلب جماهيري. طب قولي لي يا فرحه، ليكي اي سؤال يروح قلبي؟ الو. ميرسي يا فرحه، والله والله شطوره ما شاء الله عليكي، مفيش احلى من الصراحه. بصوا القوام بقى بتاع المهلبيه بدا اهو خلاص يتقل، زي ما قلنا بنعرف ان الدنيا تمام لما تلاقي الخليط غلي، خلاص يبقى هو ده القوام اللي انت هتاخديه. لو لقيتيه خفيف قوي فمعلقه نشا صغيره كده تدوبيها في شويه ميه صغيرين وتحطيه عشان تربطي الدنيا مع بعض. لقيتي القوام تمام يبقى خلاص مش محتاجين حاجه تانية، بس هو المقدار بالظبط اهو. هو معروف لكل كوبايه حليب معلقه كبيره من النشا علشان تربط وتديكي النتيجه المظبوطه. ومعانا ايريني. الو. كنت عارفين. يا مساء الفل. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت اخبارك ايه؟ تمام نشكر ربنا. الحمد لله. تسلمي ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي لي يا روحي. ايه رايك في حلقه البلح دي؟ جميله صراحه، كلها طاقه. ايوه بالظبط. تسلمي يا روح قلبي، ميرسي كلك ذوق. يا شيف انا عندي سؤال كده سريع، معلش انا هعطلك. لا لا ولا يهمك، اتفضلي. كنت عملت الزيتون ليا شهر وجيت افتح عليه دلوقتي. ليه؟ طب ما عرفتوش السؤال ايه؟ بيبقى ممرر، ده يرجع لنوع الزيتون من الاساس في البدايه. احنا قلنا نشتري الزيتون التفاحي لانه من اكتر الانواع اللي هي بيبقى مرارتها قليله جدا، تمام؟ وهيديكي نتيجه حلوه قوي. خلاص شايفين معايا الخليط؟ نجيب معلقه كده نبص بيها. بصوا معايا. خلاص الخليط تماسك وبقى زي الفل، حلو قوي وريحته هايله. بينا بقى يلا نرفعه من على النار علشان نبدا نغرفه. وكمان احنا عندنا القشطه قلنا اخر حاجه هنضيفها، نزلها بقى ونقلبها تقليبه مع المكونات وخلاص يبقى جاهز ان احنا نغرفه على طول. طبعا زي اي مهلبيه هنسيبها تبرد وتتحط في الثلاجه علشان تسقع كده ونقدمها بالف هنا. حلو قوي. طيب لو ما عنديش قشطه في البيت مفيش مشكله، بس هي بتدي طعم حلو جدا، بتخلي المهلبيه ليها طعم لذيذ كده وكريميه جدا. بس لو مش موجود خلاص مفيش مشكله، هنكتفي بالحليب مع التمر اللي احنا عملناهم مع بعض. كمان الايس كريم خلاص زي ما انتم شايفين، بصوا شكله وانتي بتاكلي بقى كده هتلاقي قطع صغيره من التمر على قطع صغيره من عين الجمل، فالدنيا لذيذه جدا مع طعم القرفه رهيب. وزي ما قلنا لو ما بنحبش، في ناس كتير ما بتحبش القرفه، لو ما بتحبيهاش ارفعيها من الوصفه وحطي مكانها فانيليا هتديكي طعم حلو جدا. هجيب علب بقى احط فيها الايس كريم عشان نحطه في الثلاجه او في الفريزر ونسيبه على الاقل 6 ساعات عشان يجمد معانا ونعرف ان احنا نقدمه بعد كده. شايفين القوام بتاعه تحفه. هايل جدا. تسلم يا استاذ حمدي، والله كده احنا تمام جدا جدا.
وفي الفريزر بقى عشان يتماسك ويجمد ونعرف ان احنا نقدمه. نطلع بقى فاصل صغير خالص ونرجع على طول نقدم مع بعض المهلبية بتاعتنا. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. لكم تاني، خلاص غرفنا المهلبية بتاعتنا الجميلة وقدمناها في الكاسات. تعالوا بينا بقى ايه نحط على الوش كده شوية من الفستق مثلا، اي حاجة بقى مكسرات عندك، وكمان انصاص بلح عشان نعرف اللي هياكل ان دي مهلبية بلح. بسم الله. زي الفل، حلو قوي. ممكن ناخد بقى شويه فستق كده على الاطراف. اي حاجه بس تكسر معانا الالوان تدي كده شكل لطيف. ممكن شويه جوزة الهند زي ما انتوا عايزين. زي ما شايفين كده الموضوع بسيط وما خدش وقت خالص خالص، والنتيجه بجد هايله جدا. الولاد لو نازلين المدرسه ولا حاجه يفطروا بيها قبل ما ينزلوا. متهيألي دي بقى كده لوحدها هتديهم طاقه طول اليوم. ومعانا مريم. الو الو الو. ايوه ازيك يا مريومه؟ انا مي مش مي. مي ازيك يا مي؟ سمعت انا غلط بقى. عامله ايه يا مي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا روح قلبي، منوراني. الله يخليكي حبيبتي. عندك كام سنه قولي لي؟ 15. ما شاء الله، انا فكرتك اصغر من كده بصراحه. صوتك صغنطوتي. هي بندخل المطبخ ولا لسه؟ احيانا. حلو قوي. بنعمل ايه بقى لما بندخل؟ يعني بساعد اخواتي في المطبخ. عندك اخوات اكبر هم بيقفوا وانت بتساعديهم؟ ايوه. شطوره ما شاء الله عليكي، تسلم ايديكي يا روحي. تسلم. انا عايزه طريقه البيتزا بس كده. عينينا الاثنين. حاضر. نورتيني يا مي. بصوا بقى الايس كريم طالع بجد رهيب، ولا متلج فيه كتل تلج ولا الكلام ده كله، طالع كده روعه. ومعانا اماني. الو يا اماني. الو الو يا اماني. شكرا يا اماني، حاولي تسلبينا تاني. ايه الجمال ده، تحفه جدا بجد. تعالوا نعمل كاس كمان. قوام الايس كريم تحفه. يلا عايزاكم تجربوه. المكونات كلها برضو مفيدة جدا، مغذية جدا للولاد، وكمان الطعم هايل هيعجبهم قوي. وصفات النهاردة على قد ما هي بسيطة بس مفيدة جدا جدا، خاصة بقى الفترة الجاية، فترة الدراسة والشتاء والكلام ده كله. البلح من الحاجات اللي هتلاقوه معانا الفترة اللي جاية، فعايزين ايه نستغله، خاصة انه له فوائد كتير. يلا بينا ناخد أسئلة سوشيال بقى واحنا شغالين كده بنقدم الأيس كريم بتاعنا. البسبوسة بتنشف منها مين بقى؟ معلش الاسم. ها طب ننزل البوست بس عشان نشوف بقى التعليقات اللي عليه. عندنا ده بوست اهو بتاع الفيسبوك على بيج العزومة.
تقدروا تدخلوا وتكتبوا لنا كل الأسئلة اللي انتوا حابين تطرحوها علينا، واحنا ان شاء الله نحاول نجاوب على قد ما نقدر. سالي، سيلي، تمام، بتسأل البسبوسة ليه بتنشف منها. البسبوسة في كذا عامل بيخليها تنشف، يعني لو عجلنا كتير في البسبوسة خصوصا بعد ما نحط المكونات السائلة هتنشف مننا، لو احنا طولنا عليها قوي في الفرن هتعضم برضو هتنشف مننا، يعني الفرن ما كانش سخن بما فيه الكفاية، ما كانش درجة حرارته مظبوطة، هتعضم مننا برضو في الفرن. لو الشربات تقيل مش خفيف ومش سخن برضو هتنشف مننا، يبقى الشربات لازم يكون خفيف بيغلي طالع من على النار وهي طالعة من الفرن تتسقي على طول، كمان علشان تطرى معاكي بعد ما تسقيها بالشربات السخن غطيها 5 دقايق بس هتلاقي بسبوسة هايلة جدا. واهم حاجة بقى المقادير، يعني المقادير اللي احنا قايلين عليها تطلع معاكي هايلة جدا. السابليه بينشف، تمام، اكيد اتعمل بسمنة ما اتعملش بزبدة، دي حاجة، تمام. برضو الخبز عليه عامل كبير. اسمها ايه؟ قولي لي الاسم. زهرة بتقول ايه؟ ازاي تخلي الكرشة ما فيهاش رائحة كريهة؟ اولا هننظفها كويس جدا جدا من كل الطبقة السوداء اللي بتبقى عليها، دي اول حاجة. ان احنا بقى بننزلها في مية، المية دي يكون فيها بيكربونات الصوديوم، والمية ما تكونش بتغلي قوي، لان لو المية بتغلي جامد المية سخنة، لان لو المية بتغلي قوي هتلاقيها مسكت اكتر، تمام. فالمية تكون سخنة، ننزل نطلع بالسكينة ونبتدي نجرد الطبقة السوداء اللي على الوش دي خالص، بعد كده بنغسلها وبننقعها في مية وخل وليمون حبة حلوين كده، ونغير عليها المية، ندعكها بدقيق ذرة، كل ده بيشيل اي ريحة واي زفارة موجودة فيها، بعد كده نبتدي نتعامل معاها بقى ونطبخ. ريم عايزة طريقة البسبوسة، طب يلا بينا نقول طريقة البسبوسة، ننزل مقاديرها علشان كل اللي سألنا على الطريقة. المقادير بتاعتنا على الشاشة عبارة عن ايه بقى؟ نص كيلو من دقيق السميد، ونص كوباية سكر، وربع كوباية جوز هند ناعم، ونص معلقة صغيرة، ضروري جدا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح، وكوباية حليب، وثلاث معالق كبار من السكر، وثلاث معالق كبار من السمنة، وثلاث معالق كبار من الزيت، وثلاث معالق كبار من العسل الأبيض. دول كده مقادير البسبوسة. أما الشربات هيكون عبارة عن إيه؟ كوباية ونص من السكر، كوباية ونص مية، ومعلقة كبيرة من السمنة، تمام. وزي ما قلنا الشربات بيبقى سخن والبسبوسة سخنة، احنا بنحط السكر على النار يتكرمل، وبعد ما يتكرمل وياخد اللون الذهبي بحط له الحليب واقلبهم مع بعض على النار هادية لغاية ما الحليب والسكر يفكوا مع بعض، برفعهم من على النار، وعشان ابردهم ببتدي احط السمنه واحط الزيت وكل المكونات الجافه بقى، اقلبها مع بعض وانزل بالخليط السائل على البسبوسه، ومعجنش بقى، يا دوبك اقلب بس المكونات كلها مع بعض، مجرد ان هي تتجانس بس مع بعض. وفي صينيه مقاس 30 هدهنها طحينه او سمنه، وابتدي افرد فيها خليط البسبوسه، لو حابه تحطي مكسرات على الوش براحتك، مش حابه مفيش مشكله. بندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، الفرن لازم يكون سخن قبل ما نبدا نشتغل فيها، لغايه ما تاخد اللون الذهبي فوق وتحت. لو لقيتيها اخذت لون من تحت ولسه فوق اطفي تحت وشغلي الشوايه عشان تاخد اللون من فوق، تطلع سخنه. الشربات على النار يا دوبك يغلي 5 دقايق بس، واروح حاطه على طول على البسبوسه وهي سخنه، وبكده تطلع معاكي بسبوسه هايله. اهم حاجه كمان تغطيها 5 دقايق بعد ما تطلع من الفرن، تمام. ده ايس كريم التمر، بصوا جميل ازاي، تحفه، هايل جدا شكلا وموضوعا، وبصراحه تحفه ما شاء الله. ميرسي ميرسي يا استاذ حمدي والله. يلا بينا، هاله عايزه مقادير مكرونه الوايت صوص. طيب تمام حلو، يلا نقول مع بعض. ايه دي الايس كريم، وايه دي الايس كريم بتاعنا.
عندنا بقى مقادير الوايت صوص، نص كيلو من المكرونه القلم المسلوقه ثلاث ارباع سوا بس علشان تطلع معانا طعمها حلو وما تكونش معجنه. ربع كيلو من صدور الفراخ متقطعه مكعبات صغيره او شرايح، وعندنا ربع كيلو من المشروم الفريش، بصله متقطعه صغير، ومعلقه صغيره من الثوم، وعندنا بقدونس مفروم، وكوبايه جبنه شيدر مبشوره، وزبده وزيت طبعا، وعندنا معلقتين كبار من الدقيق، وكوبايتين من الحليب، وكوبايه كريمه طهي، ورشه سكر، وملح وفلفل اسود. تمام، دي المقادير اهي. عندنا دلوقتي التارت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده شكله حلو قوي، تعالوا ناخده كده عشان نبتدي نحط له ايس كريم. هنا بقى احط له ايس كريم فانيليا. طيب الكفته المشويه، مين اللي بيسال؟ حسناء بتقول بتعملها بتفك منها. مستحيل، يعني لو ماشي على المقادير اللي انا قايله عليها عمرها ابدا ابدا ما هتفك منك. بصي، لنجاح الكفته دايما بنقول ابعدي اي سوائل عن الكفته خالص، بمعنى ان اللحمه نفسها كمان ما يبقاش فيها سوائل. ساعات كده بيبقى في لحمه مفرومه كده عماله تجيب في ميه كده، اهم حاجه اللحمه تكون متماسكه كده، فيها حوالي 20% نسبه دهن. هنحط لها البرغل، هنحط لها البصله المبشوره المعصوره كويس جدا، هنحط كمان ملح وفلفل بهارات، رشه بسيطه خالص من البيكنج باودر، ورشه رشه من السكر. عندنا بهارات سبعه هنحط لها، او رشه جوز الطيب لو بتستخدميها. هتعجني كويس قوي قوي، لازم تتعجن كويس قوي. طيب وانا بعملها كده، لو حسيت ان العجينه بتاعت الكفته معايا فكه كده وسايبه من بعضها، طيب اقدر اعمل فيها ايه؟ حطي معلقتين بقسماط علشان تقدري تجمعي المكونات مع بعض. تمام، لازم كمان تريحيها في الثلاجه مش اقل من نص ساعه، علشان طبعا مع حراره الجو وايدينا والسخونيه دي وفي دهون في اللحمه، فبتخليها سايحه وسايبه منك خالص. لما بترجعي تحطيها في الثلاجه نص ساعه بتلاقي عجينه الكفته بدات تتماسك، وتقدري تشكليها بكل سهوله، وتقدري كمان انك انت تشويها ببساطه جدا، وتطلع معاكي متماسكه وطعمها هايل جدا جدا. احنا ممكن والله ثواني بس كده نحط بقى الايس كريم. زي ما شفتوا النهارده كده وصفاتنا كانت سهله وبسيطه، كلها من البلح. قلنا شويه صغيرين من فوائد البلح، يا ريت ان احنا نكتر من أكله خصوصا للولاد، علشان في فايدة كبيرة جدا ليهم ولينا. فما ننساش موضوع التمر ده، حتى لو الولاد ما بياكلوهوش بطريقته أو بشكله العادي، فنقدمه لهم بأي شكل من اللي احنا عملناه النهاردة. يعني لو قدمناه لهم آيس كريم عمرهم أبدا ما هيقولوا ليك لأ. والمهلبية كمان روعة. دي كانت وصفاتنا النهاردة، عملنا مع بعض تارت البلح تحفة جدا بعجينة الباف باستري، عملنا كمان ايس كريم التمر لذيذ وشكله بجد تحفة جدا، وعملنا مهلبية التمر. يا رب تكون الوصفات النهاردة نالت اعجابكم، وصفات كلها سهلة وبسيطة بس نتيجتها روعة. مرسي على اتصالاتكم، مرسي على متابعتكم، يا رب دايما كده مع بعض، ويا رب اكون دايما عند حسن الظن. هستنى التطبيقات والتعليقات على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحيتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه بوحيتي بالعربي والانجليزي. اسيبكم في رعايه الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.